ارحب بست اللواء اشرف عامر رئيس نادي الانتاج الحربي. اهلا بيك يا ست اللواء. اهلا بيك كابتن. ازي حضرتك؟ كل سنه حضرتك طيب. حضرتك وكل الضيوف عند حضرتك ربنا يخليك يا رب. عايز ابارك لك على النتائج الجميله اللي عاملها الجهاز الفني والفوز الاخير على طنطا 2-0 كابتن مختار مختار ومعاه مجدي عبد العاطي. ابارك لك في الاول، وحضرتك لو عايز تتكلم على الجهاز الفني او تتكلم عن نادي الانتاج اتفضل. والله الحمد لله، احنا يعني بفضل الله الجهاز عندنا عامل شغل كويس مع الفرقه وماشيين بخطه ثابته، وبرضه في ظل امكانياتنا ماديين وموجودين في منطقه كويسه في الدوري وفي الجدول يعني، والحمد لله. ده يعني ده عارف حضرتك النجاح ده نجاح لمنظومه متكامله باداره بجهاز بلاعبين، فالحمد لله ربنا موفقنا، وان شاء الله بنامل في اللي يكون خير باذن الله. اكيد يعني سياده اللي هو طموح نادي الانتاج الحربي هل ممكن يزيد في الموسم المقبل لاعتلاء مركز متقدم في المربع الذهبي، ولا حضرتك بالرؤيه الفنيه المستقبليه لنادي الانتاج الحربي؟ لا بكل تاكيد طبعا ان شاء الله يكون في طموح وطموح مشروع باذن الله. بدانا يمكن الموسم السنه اللي فاتت كنا ترتيبنا كان متاخر شويه. بدانا الموسم ده باعداد جيد وباختيارات مناسبه، وزدنا بالاعمار السنيه اللي فاتتنا الجهاز اشتغل، وكان هدفنا ان احنا نتواجد في منطقه مطمئنه، وده ان شاء الله كمرحله، وباذن الله الموسم الجديد يكون طموحنا افضل باذن الله يعني. اكيد يا ست اللواء، يعني المتطلبات للمراكز المتقدمه بتحتاج ميزانيه اكتر شويه، هل الميزانيه في نادي الانتاج الحربي تسمح باحتياجات الكابتن مختار مختار، ولا هي بتبقى ميزانيه مقننه او في احتياجات معينه بالفعل؟ والله احنا طبعا في ظل امكانياتنا وفي ظل برضه ان احنا يعني لدينا سقف معين في التعاقدات، بنجتهد مع الجهاز ان احنا برضه بننتقي اللعيبه، وبرضه يمكن الاعداد الجيد في بدايه الموسم من المعسكرات وخبره الجهاز اللي معانا بتعوضنا شويه عن الموضوع دوت، وطبعا بلا شك لازم برضه الفرقه تكون متجانسه ما بين لعيبه مثلا مميزه، وبرضه يعني بحيث في النهايه يبقى تشكيل الفريق وتكوينه متجانس وبرضه يتوائم مع امكانياتنا يعني. اكيد وده طبعا ده بي يعني بيدفع لنا يعني شيء من المسؤوليه والتعب شويه، بس ان شاء الله يعني مع الجهاز ومع اللعيبه اللي موجوده باذن الله عندنا طموح باذن الله نكون في مكان احسن من كده ان شاء الله. اكيد يا ست اللي هو يعني كابتن مختار مختار طلب بالفعل لعيبه، ولا لسه الموضوع ده شويه؟ لا مش شويه طبعا، ده التوقيت طبعا انت حضرتك عارف كل انديه الدوري النهارده كله بيفكر طبعا في الموسم الجديد، خصوصا ان الدوري من مده خلاص يعني اتحسم، ومجموعه الفرق اللي هي بتنافس على الهروب من الرباط يعني تقريبا برضه يعني المؤشرات بتشير لبعض منها، فمعظم الفرق النهارده بدات تبص للسنه الجديده سواء من الناشئين سواء من اللعيبه اللي عنده او من المراكز اللي عندها في الايتو، وطبعا بس الان عندنا بيبقى في الوقت المناسب برضه عشان ما ياثرش على بقيه على حاله النفسيه. اكيد 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 يعني ست اللي هو ان شاء الله كل التوفيق نادي الانتاج الحربي في الموسم المقبل، وان شاء الله نشوفه في المكانه اللي تليق بنادي الانتاج الحربي معاك ومع كابتن مختار. سياده اللواء اشرف عامر رئيس نادي الانتاج الحربي شكرا جدا لحضرتك. يعني عشان وقتنا قارب على الانتهاء، نادي المصري والنصر، والمصري كسب بهدفين مقابل هدف. عايز اقول لك يا كابتن يمكن المصري